أهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. قال وزير الشؤون الخارجية الدكتور رياض الملكي اليوم خلال اجتماعه بوزراء الخارجية العرب في مقر الجمعية العامة بنيويورك أن الرئيس محمود عباس سيطلب في كلمته اليوم بدء المشاورات مع المجتمع الدولي حول طلب العضوية بالجمعية العامة كدولة مراقبة. وذكرت وزارة الخارجية في بيان صحفي أن الملكي قدم اقتراحا حول الحصول على توافق لتشكيل لجنة لمتابعة الطلب الفلسطيني تحضيرا للقرار. وميدانيا قام مستوطنو بيتار عليت المقامة على أراضي قرى نحالين ووادي فوكين وحسان صباح اليوم بضخ المياه العادمة في الأراضي الزراعية في قرية وادي فوكين غرب بيت لحم. ولفت رئيس المجلس القروي لوادي فوكين أحمد سكران إلى أن القرية تتعرض إلى مضايقات جمة من قبل المستوطنين وتحت حماية جنود الاحتلال التي كان آخرها تسليم إخطارات لعدد من المواطنين تقضي بالاستيلاء على أراضيهم الزراعية في منطقة البصة وخلت عرار والبالغ 60 دنماً. في موضوع آخر وبتعليمات من الرئيس محمود عباس، قام وفد من مكتب الرئيس بزيارة منزل الشاب حسام أبو عوقة في مخيم الأمعري للاجئين والذي يعاني من شلل كامل، وقدموا له كرسيا جديدا بدل كرسيه المهترئ ملبيا صرخته عبر تلفزيون وطن وموقع وطن للأنباء. وكان تلفزيون وطن سلط الضوء من خلال قصة إنسانية للإعلامي نزار حبش تناولت معاناة عائلة حسام أبو عوقة من خلال الحلقة الأولى من برنامج صرخات إنسانية. وإلى قرية عين عريق قرب رام الله، فقد احتفل اليوم بافتتاح مهرجان الرمان حيث انطلقت فعاليات المهرجان بحضور حشد من المواطنين والشخصيات الرسمية والوطنية. القائمون على المهرجان أكدوا أن رسالتهم هي تسليط الضوء على أهمية الزراعة المحلية وضرورة دعمها بالإضافة إلى ضرورة التمسك بالموروث. ونختم الموجز بهذا الخبر. وفي أول تصريح رسمي صادر عن نادي برشلونة من قبل نائب رئيس النادي للشؤون التنظيمية كارلوس فيلاربي، أكد على أن الجندي الإسرائيلي جيلعاد شاليط لم يتم دعوته من قبل النادي لحضور مباراة الكلاسيكو في 7 من الشهر المقبل، مؤكدا أن النادي وافق فقط على طلب حضوره للنادي مع معدات تصوير، حيث يرافقه فريق عمل للتصوير لفيلم وثائقي عن زيارته إلى ملعب الكامب نو، ولن يكون موجودا في المقصورة الرئيسية وإنما في المدرجات الجراند ستاند قرب الملعب. نهاية الموجز. لمعرفة المزيد من التفاصيل بإمكانكم زيارة موقع وطن الإلكتروني وطن.tv. أما الآن فدمتم برعاية الله وإلى اللقاء.